في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام المنظم المنتهج من طرف الجونات ولغرض التصدي لهذه الجرائم، وعلى إثر بلاغ تلقته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برغاية مفادها وجود جثة شخص مجهول الهوية وسط الأحراش على ضفاف الوادي بحي عدد 5000 مسكن بلدية رغاية. على الفور تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان، أين تم العثور على جثة ملقاة مصابة على الرأس ومحاطة بالدماء. على إثرها تم القيام بالمعاينات اللازمة بالاستعانة بخلية الشرطة التقنية بالحاميز ليتبين أنها جثة شاب في حالة وفاة، ليتم بعدها نقله من طرف الحماية المدنية للمؤسسة الشفائية برويبة. بعد المعاينة من طرف الطبيب الشرعي اتضح أن الضحية تعرض للقتل خنقا والضرب على مستوى الجمجمة، أين باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برغاية تحقيق معمق دون وجود قرائن أو أدلة تفيد التحقيق كون الضحية معاق بنسبة 100%، كما أن الجريمة عرفت رواجا كبيرا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. عملية التحقيق واستخدام تقنية التحري الحديثة مكنت المحققين للوصول وحل لغز الجريمة في ظرف قياسي ووجيز، وأن الجاني قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ومعروف بجنحه في ذلك الحي، تم التوصل إليه بعد أن كان فارا والتحقيق معه أين أنكر في البداية، وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بالجرم المنسوب إليه. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم معني أمن الجهات القضائية المختصة إقليميا